متتبعي قناة الفاسبريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة غادي نناقشوا الملف اللي يثير الكثير من الجدل في المدينة القديمة لمدينة الدار البيضاء، والمتعلق بقرار الهدم اللي صدرها المقاطعة والناس اللي تيتشكيو من تتبيع تنفيذ تاع قرار الهدم. من اجل مناقشة القضية غادي نستضيفوا السي سعيد صبيدي، عضو مجلس مقاطعة سيدي بريوت مدينة الدار البيضاء، وايضا نستضيف السي جواد رسام، عضو في مجلس مقاطعة سيدي بريوت مدينة الدار البيضاء. سي صبيدي مرحبا بك. شكرا سي احمد، شكرا على الاستضافة، شكرا لقناة انفاس بريس على الاهتمام ديالكم بالقضايا اللي تتهم الساكنة وكتهم خصوصا مقاطعة سيدي بريوت. نحن ان شاء الله. سي جواد مرحبا بك. شكرا على الاستضافة. سي سعيد، انتم ضد القرارات تاع الهدم اللي تتصدر في مقاطعة سيدي بريوت، والبعض تيقول لكم انتم دابا تديروا غير شويه الشعبوية على اعتبار ان المدينة القديمة معروفة يعني بانهيار تاع المنازل ديالها، الا ما نفذناش هذه القرارات الهدم غنوقعوا عاوتاني في كوارث انسانية اخرى. شنو الرأي ديالك؟ شكرا على هذه المقدمة اللي عطيتي. للموضوع ديالنا هو الان مقاطعة سيدي بريوت هو موضوع ديال الهدم كما قلتي، ولكن الهدم فيه شقين. خاص يعرف الجميع ان عندنا جوج د الامور تناقشوها هنا. الهدم تهم المحج الملكي اولا، ثم داخل المدينه القديمه اعاده الهيكله او المنازل الآيلة للسقوط. اذا هادو موضوعين مختلفين وخصنا نتعاملوا معهم بكل تجرد وبكل موضوعيه على اساس اننا نوصلوا النتائج المرجوه. كما قلتي وتيقولوا بان احنا ضد، ما كاينش شي واحد ضد، احنا مع اعاده الهيكله اولا في المدينه القديمه. لعلم الجميع انها كانت زياره ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله للمدينه القديمه تقريبا 8 زيارات، وضخ اموال طائله تقريبا في المرة الأولى 33 مليار 30 مليار 30 مليار لما مجموعه 93 مليار على أساس إعادة الهيكلة ديال المدينة القديمة. وهذا الأمر هذا خلى واحد يعني تماطل من طرف جهات معينة، ولكن الأمر تبقى دائما احنا كمقاطعة سيدي بريوت نحن مع الساكنة ونريد فعلا أن نصل إلى النتائج المرجوة. المدينة القديمة المشاكل ديالها نعرفها جميعا، يعني نسأل في التراث ديالنا من يشرف على هذا الموضوع، جهات اخرى تمشي من جماعه الدار البيضاء، الوكاله الحضاريه، ادماج السكن الى اخره، هناك عده وزاره السكنه الى اخره، هناك عده اطراف، وحنا اخر الحلقه ضعيفه، اخر واحد تيعلم ماذا يجري. لهذا احنا كمجلس عندنا رؤية، ولكن نحن داخل المجلس كاين الرئيسة عندها رؤية أخرى، وهذه الرؤية لا تنسجم مع هذه الرؤية، لا تطرحها بتاتا داخل المجلس، داخل أولا المكتب، داخل اللجان، ما كاينش تواصل بين الرئيسة وبين المجلس لنعلم ما يجري في هذا الموضوع هذا. واش بصح ما كاينش تواصل انت نائب تاع رئيسة المقاطعة واش تناقش معكم في هذه القرارات الهدم اللي تتصدر؟ اولا خصنا نفهموا على القضيه، لان كاين واحد اطار قانوني ضم العمليه. ملي تنقولوا بان قرارات الهدم تتصدر من طرف الرئيسه اللي هي مفوض لها هاد القرارات من طرف مجلس المدينه، خصنا نعرفوا في اي اطار تيجي قرارات الهدم. تجي من بعد ما كتجتمع لجنه، وهذه اللجنه اللي هي مركبه مجموعه من المكونات، واللي في الاخر تيديروا واحد التقرير مدعم بخبره. وهذه العملية الخبرة هي اللي بين قوسين، المتضررين تيقولك بأن ما دارش لهم خبرة، كانت غير مجرد معينة نظرية، وكاينين آخرين تيقولك لا بأنه كانت هناك خبرة. المهم هو أن اللي كنحصلوا عليه حنا في الملف هو أن هناك خبرة ورقية كاين، يعني وبالتالي ما يمكنناش نطعنوا فيها إلا بخبرة مضادة أو بالزور. اللي بغى يطعن فيها خصو يطعن في هذا الوجه. اللي أمامنا الآن هو واحد تقرير مركب اللي تيعطي واحد النتيجة، يا إما هدم كلي أو هدم جزئي أو إصلاح. هذه العملية هذه ملي تخرج بها التقرير هذا ملزم للرئيس المقاطعة بالتفويض اللي واخده من رئيس مجلس المدينة
انه يصدر قرار الهدم. يعني بدون رجوع لكم انتما كمكتب؟ لا، هذا بدا قرار. قرار قانون، هذا قانون طبقا للقانون، القانون 94/12 دور الاهل للسقوط والمباني الاهل للسقوط، كيعطي الحق للرئيس انه هو، لان هو اللي واخذ هذا التفويض، والتفويض واخذه من مجلس المدينه، وكل ما هو مفوض لا يفوض. هذا التفويض خداته من مجلس المدينه، ما يمكنش تفوضه. وبالتالي هذه من الصلاحيات ديال الرئيس. انا ما تندبعش على الرئيسه، ولكن كنقول من الجانب القانوني انا كيفاش كتتم العمليه ديال اصدار القرار. وبالتالي ملزمه انها تصدر القرار طبقا لما جات به هذا التقرير. بمعنى اخر، اشنو يمكننا ندار في هذه الحاله هذه؟ خصنا نعرفوا الان المشكل اللي كاين في المدينه القديمه عندنا الان، اللي وهاد الظرفيه الحاليه اللي فيها واحد تسريع وتيره الهدم بواحد الشكل فجائي، وهذا هو اللي حنايا كنختلفوا فيه. كاين اللي تيقول لك خاصو يكون هذه العمليه الهدم، كاين اللي كيقول لك ما خصهاش تكون هذه العمليه، كاين اللي تيقول باننا مثلا حنا مطرح اللي كيقول خاص شيء من التريوت، ويمكن اننا نشركوا جميع الشركاء والفاعلين في هذا الجانب هذا، ونشوفوا لان ما يمكنش تجي في وسط السنه وتخرج الناس بهذا الشكل هذا، مع العلم ان كاينين اتفاقيات في الجانب اللي دايرها الوكاله، خصوصا اتفاق في الشطر ديالها الثاني، كيف كيفاش يمكن لها انها تشتغل، انها تخرج الناس في واحد الوقت معين وتوفر لهم واحد السكن في ظرفيه معينه، وكرا ولا ما كاش الكرا في اللونتوراج اللي ساكن فيه يمكن يوصلوا حتى الايواء داخل الفنادق. هذه كلها امور ما شفناهاش، كاين غير الان الهدم. وجينا والسؤال اللي خصنا نطرحه جميعا، علاش ما تفعلاتش هذا الهدم هذا وعندنا قرار ديال 2012 اللي كان فيه مجلس المدينه هو اللي كيصدر القرارات. جينا حتى للظرفيه الحاليه وجمعنا كل شيء. ولكن انت دابا في المكتب المسير في النائب نائب رئيسه المقاطعه، يعني ما تتسالوش علاش القرار كما قلتي ما تنفذش وتتنفذ دابا بواحد الوتيره اللي هي سريعه؟ خصنا نعرفوا شكون اللي كينفذ القرارات الان. القرار ينفذ من طرف السلطه. القرار كديروا الرئيسه الاعلانات هيش كدير القرارات اللي هي الان اللي هي فيها ما كاين قرارات 2012، لان مجموعه القرارات ما يمكنش نحملوها لهاد الولايه. شحال كاين القرارات قريتها تاع الهدم؟ على حسب العلم ديالي شي 700 وقيله، ما خاتش الذاكره. شي قرارات اللي هي مجموعه فيها القرارات من 2012 لدابا، يمكن داخله في مجلس المدينه ملي كان سجيد، فيها النجاحي ملي كان العداله والتنميه، وكاينه الولايه اللي فيها كنزه الشرابي. وللتاريخ ان الوحيد اللي رفض انه يصدر قرارات كرئيس مقاطعه وهي الولايه اللي كان فيها كمال الديساوي ممثل انتي على الشراكي، اللي رفض ورجع التفويض لسجيد بان اعتبروا ان هذه قنبله خاصه تعامل بواحد الشكل. هذا هو السؤال ديالي، ما تشوفش بان رئيسه المقاطعه عندها واحد شويه الجراه بتاخذ بحال هذه القرارات هذه؟ لان بزاف تاع المنتخبين تيتهربوا منها، تيقول لك لا ودي ما نجبدش الصداع مع السكان، لان السكان هما ورقه انتخابيه بالنسبه لي. لا فعلا هذه ماشي جراه، انا ما تنسميهاش جراه، يعني تنسميها يعني سوء الفهم او عدم اعطاء المساله اهميتها. هنا بغيت نرجع لكم الناس يموتوا تما كاين لا انا عطيك ربما باش يفهموا الناس السياق اللي جا فيه هاد النقطه. هاد النقطه كما يعلم الجميع كانت سجلات في جدول الاعمال، جدول الاعمال ديال الدوره ديال يناير اللي بدات الدوره يناير 2024. يناير 2024 كانت نقطه فريده في الجدول الاعمال اللي دارتها الرئيسه، هي المنازل الآيلة للسقوط والمحج الملكي. اذا هادو نقطتين، واخا جعلناهم في نقطه ولكن نقطتين كما قلت سابقا، ودعا على اننا غادي نفتحوا الدوره يوم 10 يناير الا انه ما كانش النصاب القانوني تغيبوا، كل واحد عنده الظروف ديالو. المره الثانيه استدعاء الثاني ما كانش النصاب القانوني. يوم 19 يناير انعقدت الدوره. القانون تيقول بمن حضر. حضروا واحد المجموعه ديال الاخوان، منهم اللي كانوا مغيبين في الجلستين السابقتين، وكاين اللي كانوا في الاولى وفي الثانيه وفي الثالثه. الا انه مع الاسف، وهذا لم يفهمه اي احد، احنا بعدا ما فهمناش، الرئيسة تغيبت. لم تتغيب لوحدها، تغيب معها مجموعة من الأعضاء اللي كانوا معها في الأول. ربما كان عندها شي اجتماع، عندها شي ممكن ممكن هذا نقدر نقولوا الغائب حجته معاه، نقدر نقولوا عندها مبرر هذا. ولكن مع الأسف ما دام أن الموضوع يتعلق بها وهي اللي بغينا نفهموا هذاك الاستصدار ديال القرارات، احنا غادي نجيو ليهم. تغيبت المرة الثانية،
المرة الثالثة للمرة الخامسة تغيبت. ما هو المبرر؟ الغريب في الأمر أنها حاضرة في المكتب. إحنا عندنا الاجتماع في الطبق 11 والمكتب ديال الرئيسة في الطبق 10، موجودة في الطبق 10 وما كتصعدش للطبق 11 باش نستفسروا هذا الموضوع هذا وتعطينا معلومات. لأن حتى شي واحد تنظن وحتى المكتب سي جواد راه عود في المكتب، حتى واحد ما كان عارف هاد القرارات، حيت هي صرحات بأنها 738 قرار اللي وقعت اللي وقعت هي. إذا بغض النظر عن القرارات اللي كانوا موقعين قبل من طرف الرؤساء السابقين. وخا قضية عدم الحضور تاع الرئيس، شنو هو المبرر؟ انا فهاد ماكنش باغي نهضر في الجانب هذا لان بغينا نهضروا في الموضوع حقيقي وهو الهضره. اما الا ناقشوا هذا الموضوع هذا هو مساله سياسويه محضه. انا شخصيا نائب رئيسة وحضرت في الدورات اللي مكانش فيها النصاب، وحضرت في الدورات اللي بمن حضر واجيلات بطرق. انا بالنسبه لي ماشي كل كتخاط الامور لان تسيست الامور بزاف، وماشي تسيست يعني حتى كلمه تسيست كلمه كبيره مع الواقعه اللي حنايا فيها الضد ولينا تنعيشوا الضد داخل السياسه. ما كايناش السياسه، ما كايناش السياسه، ما كايناش. وانا كنتحمل فيها مسؤوليتي فيها الضد، لان ما منع الاخوان من الحضور في الجلستين معا ونناقشوا في الوقت اللي حضروا جميع المتدخلين من وكاله حضاريه، من الوزاره، من الشركات، من كل شيء حضروا في جلستين اللي ما حضرش فيها النصاب. المره الاولى كان شي 12، المره الثانيه كانت فيها شي 15 وما حضرش النصاب، ما كاملش النصاب. شنو اللي منع؟ كان من باب اولى ان الاخوان يحضروا، وبالتالي في ديك الوقيته اننا نسائلوا للرئيسة ولا الاخوان بهذه المسائل اللي الان حنا تنقولوا علاش ما جاتش في الدورات الاخرى. انا ما يمكنش نجاوبها علاش ما جاتش، هي اللي خصها تجاوب علاش ما جاتش، وهي اللي كتحمل المسؤوليه علاش ما كاجاش، لان كل واحد كتب. المهم هو ان حتى الاطراف الاخرين ماشي كاع الناس اللي معها، كاين اطراف اخرى اللي بين قوسين تحسبوا انها مع الرئيسة، مع العلم ان راه كلها مع راسه وكلها مع المجلس. هذا هو اللي خصو يفهموا الاخوان، ان اي مساله اللي هي سياسويه المتضرر فيها هو الهدر الزمان ديال الناس. تقول الهدر الزمان لان انتم تستعملوا القرار تاع هذه المنازل يعني كورقه سياسيه يعني باش تضغطوا على الرئيسه، ما عندكمش توجه انتم كمعارضه داخل هذا المجلس هذا، يعني باش تلقاو الحل وباش توصلوا الرساله الواضحه والرساله المباشره للمواطنين بان راه كاين خطر في المدينه القديمه. لا فعلا باش نفهموا، حيت ما عطاش واحد شي بعد اخر وعطاش تفسير اخر. واضحه الامور، لماذا لم يحضر هذا؟ قلنا عنده كاين اللي عنده مبررات ديالو ما حضرش نظرا عنده مرض، وكاين اللي واخذها كموقف. علاش هذا الموقف؟ لان كما يعلم السي جواد ويعلم الجميع ان الرئيسه تسير لوحدها. واخا السي جواد مع احتراماتي ليه، انتم كمعارضه في المجلس ما كاينش معارضه على السؤال ديالي. انا غنجاوبك على القضيه ديال المعارضه بل اللي تعلم السي احمد ويعلم الجميع، ما عندناش معارضه، ما كاينش معارضه. هذه ماشي معارضه، هذا المجلس، المجموعه ديال الاخوان اللي كونوا وصوتوا على الرئيسه هما اللي غير يصحوا المسار. شنو هذا المسار؟ ان الرئيسه منذ سنتين وهي تسير لوحدها، وهسي جواد معنا يكتبني انها تتخذ قرارات وحدها، وهي اللي غتسير، هي الرئيسه، ولكن يعني هي تتحمل المسؤوليه في الاخر. كاين لجان، اسمع السي احمد باش يعرف الجميع، كاين لجان، ثلاثه لجان دائمه لا تجتمع، تيطلبوا اجتماع ما كيتجتمعش. كاين المكتب لا يجتمع، ان النقاط راه هادو اشكاليات كبيره راه طرحناها، وطرحناها في الاول بادب. وكذا انت تشوف اللي تيخلص ونجي لهاد السيد هو اللي تيخلص الضريبه تاع هادشي، هو المواطن اللي كيتبع ديال القديمه اللي الان تتصدر قرارات الهدم ديالو، وشنو هو المصير ديالو؟ لا اسمح لي سي جواد، هاد القضيه علاش دارت؟ لان الرئيسه وقعت ملي جات فيها كتوقع، وما عمرها قالت لشي واحد انا راه تنوقع، راه لحد الساعه وقعت 10 ديال القرار ديال الهدم، او لحد الساعه وقعت 100، حتى كبر المشكل عاد جات قالت لك انني وقعت تقريبا 800 قرار الهدم واكثر من ذلك. لا باش يفهموا الناس، لان موضوعنا هو هذا، ما بغيناش نزيغوا في هذا الشيء، باش يفهم الجميع انها تصريحات، عطات تصريحات خارج المجلس. حنا بغينا تجي التصريحات تجي تعطيها لنا المجلس نكونوا موافقين معها، ورجع لها الى سمحتي لي التصريحات. انا غير باش ما نعرجوش على الموضوع مزيان، ملي كاين المشاهد يشوف، وما خصناش نعطيوه بعض المغالطات.
المغالطة الأولى هو أن اجتماعات اللجان لا تنعقد. هناك اجتماعات لجان تنعقد وجميع اللجان ما كتكملش ولا تتأجل بحكم أن النصاب ولا بحكم أن اجتماعات المكتب يستدعو الجميع لاجتماعات المكتب. والإخوان اللي كتقولوا أنتم معارضين والأقمة يقول أنها ما ترفضوا يحضروا وهاتشي باين في المحاضر. الشيء اللي تيخلي اجتماعات المكتب يكون بين الرئيس ورئيسة ونائب أو نائبين وكاتب المجلس. يعني بهذا المكون هذا مع استدعاء الآخرين ومتقايا ونخندوش أنه غيقول للناس كاين موقف أي نعم، ولكن في رأيي أنا الموقف بهذا الشكل هذا أنا ضده. خصني نجي، ولكن شي تغيير خص يكون تغيير من الداخل. اما التغيير من الخارج بمواقف اللي هي سلبيه بطرق اللي هي ما تقنع، انا ما مقتنعش بزاف ديال الحويجات. اي ما مقتنعش بزاف الحويجات كتدوم الرئيسه، ولكن ما مقتنعش بزاف اكثر منهم الامور اللي كيديروها الاخوان. لكن لما تشوف ان دابا كما قلت السؤال الاول سي السبيطي هو ان الناس اللي تيخلصوا الضريبه هما السكان تاع المدينه القديمه. الساكنه كتخلص، ولكن خصنا حتى الساكنه خصهم. انا ما من مره وضحت الامور سواء داخل الاجتماع ديال الدوره او في لي زانترفيو ان الساكنه خصها تعرف واحد المساله اللي هي قانونيه. ما خصناش عاوتاني نعطيوها شي اشياء اللي تبعش الوهم. لا الوهم ونغلطوها. الرئيس مفروض عليه يسيني القرار بمجرد توصيله من طرف السلطه بالتقييم بالرابور تقرير اللي دارت واحد اللجنه عامليه اقليميه يترأسها العامل. مفروض عليه انه يسيني القرار. سبب حنا ما مسؤوليش على الكونتون المقاطعه. من هنا انا كان اللي خاصو يتفكر فيه وهو جلسه مع البرلمانيين في اطار التشريع باش يبدلوا القانون في هذا الجانب. هذا ما كاينلاش يدخلوا الجماعه في هذا الشق هذا. علاش؟ لان المشرع انا تيبان لي نهار فكر يدخل الجماعة في الجانب هذا هو توريطه وتوريط المنتخب كل ما هو يعني سلبي. هذه غمالة أشكون اللي فيه من غير مسحوها أرجو مسحوها في المنتخب. وبالتالي في هذا الشق بالضبط كان بإمكان أن القرار يتصدر من طرف العمالة أو السلطة أو ديك اللجنة معينة ما تعطيوهاش. لأن كيفاش أن اللجنة كتقوم بكل شيء وكنجيبوا الرئيس الجماعه اللي هو انكور اترونجي هو اللي تيسيني القرار. اذا هذا عمليه خاصه واحد البعد اخر الناس الاحزاب ديالها. وهذا هو السؤال اللي غنقول لك سيدي تفضل. لا واحد كاين قال السي جواد كاين مغالطات. ما كاينش مغالطات، غير كاين الوضوح. المغالطات هي من عند الرئيسه ومن معها. ولكن جلسه العقد غنفسر علاش؟ لا الا ما جاوش ماشي هو هذا هو الاشكال. اشكال ما جاوش راهم اللي عندهم الاشكال. حيت الرئيسه ما مرة تكلموا معها الإخوان لا السي جواد ولا المكتب ولا الأعضاء ولا رؤساء اللجان أنها تغير الطريقة ديال هذه التسيير، أنها تنفتح على أعضاء المجلس. من غير تغيير نرجع الموضوع ديالنا. أنا كرئيس تيجي عندي قرار كما قال السي جواد رسام تقرير بأن المنزل مهدد بالإنهيار أو الإصلاح أو شي حاجة ماشي ضروري. إلا ما ناخذش قرارات على هدم أو الإصلاح أو هذا غناخذ أنا المسؤولية في الأخر والأول. في الأول والأخر الرئيس هو اللي تيتحمل المسؤولية. أخطر من ذلك. باش يفهم الإنسان دابا حنا أنا قلت لك كنت نكمل لك بأن الرئيسة عطات تصريحات خارج المجلس. هادشي التصريحات تقول لهم لقد توصلت مع السيد العامل والسيد الوالي على أنني سوف أغير قرارات الهدم من الهدم الكلي إلى الهدم الجزئي. وهذه مسألة خطيرة نحن نراها ويراها السكان بأنها أخطر ما في الأمر. كيف يمكن أن تهجر الناس؟ دابا ولا واحد راه تكلم عليه السي جواد وما خصوش يكون وخصنا نعاودوا في النظر أننا تنهجروا الناس قسريا، تنخرجوه من المنزل ديالو بدعوى أنه هناك خطر. ولكن هناك منازل لا تشكل أي خطر وتنجيو الناس وتنخرجوهم وفي بعض الأحيان بالقوة. هادشي ما تستعملش، ما خصناش نستعملوا فيه القوة. يعني المحاور كاين اتفاقية توقعت أمام صاحب الجلالة حيت دابا تنهضروا في الشق ديال المدينة القديمة ديال إعادة الهيكلة. اتفاقية فيها على أننا خصنا إعادة الهيكلة معناه نعاودوا الاعتبار ديال هذاك المنزل، بمعنى أنه إذا كان خصو الهدم الكلي أو الهدم الجزئي أو الإصلاح نبادروا بهذه الأمور هذه. في حين هذاك السيد ولا الناس اللي ساكنين العائلة ساكنين تنعطيهم مؤقتا إما تنخلصوا لهم الكرة جات على لسان السي جواد نخلصوا لهم الكرة أو نعطيهم فين يسكنوا 3 شهور ولا هذا على أساس صلحوا لهم المحل ديالهم
ويرجعوا. الان ما بقاش هذا الاتجاه هذا، حيت علاش بغيت نفرق والمواطن والمشاهد يفرق بين المحج الملكي والمنازل الى سقوط داخل الصور. نرجع في الاخر اذا حنا تنهضروا دابا المدينه القديمه اعاده الهيكله، اعاده الهيكله حتى واحد ما قال لنا اننا نهجروا الناس ونصيفطوهم صافي ونخوي من هذا، لا نصلحوا دابا نشوفوا ماذا يجري في المدينه القديمه. وسي جواد راه على عين تنظر تتفق نفس الهضرات لانه تصور بغيت نعطيك التصريح اللي عطات الرئيسه دابا اشنو تنديروا، ولا واحد التلاعب مع احد ماشي مع المجلس. حنا ماذا بيا يكون هذا سي جواد يكون متبع مع الرئيسه وعارف الملف بحذافيره. الرئيسه تتعامل مع واحد النائب سابق، نائب سابق في المجلس ديالنا بلا ما نذكر الاسم ديالو، يعرف المجلس. معلاش الرئيس انقى فقره هذا المسائل، تحافظ على حق التجار والسكان ما عندناش فيهم سوق. لا حنا تنقولوا بان السكان اولى، السكان والتجار بحال بحال سي جواد. قضيه التهجير، التهجير من المدينه القديمه، البعض يقول بان خص يكون الاصلاح ويبقاو السكان تاع المدينه القديمه في المدينه القديمه. الامر كنقولوا وتنعاودوا خاص، هذا نداء من هذا المنبر للسيد الوالي، لانه عاوتاني عطاوه اكثر ديال الامور ليه، سواء يمكن دايرها او ما دايرها اي حاجه ولات كتمسح فيه. والنداء اللي كناديو ليه هو ان شيئا من التريوت، وان ديك اللجنه يدمجوا فيها عناصر اخرين شركاء، يا اما ممثلين ديال الساكنه او فاعلين جمعويين اللي كيمثلوا الساكنه ديريكت، مع العلم اننا احنا كمستشارين نحن من نمثلهم. ما يبقاش ديك اللجنه ربما عقلات الرئيسه ما تحضرش فيها، تقنيه تقنيه محضه. يمكن اننا اذا كنا، وبما اننا اغلبيتنا اولاد المدينه عارفين الهموم ديالها، يمكننا نعالجوا ملف ملف وبسرعه. ماشي كنقول ان المهله طول، وبسرعه. كاينين الحالات اللي هي استعجاليه، وكاينين الحالات اللي هي، وكاين شي حويجات اللي غنلقاهم. انا حضرت في واحد اللقاء معين، وكنت انا والباشا والقايد، وانا غير جيت لانني كان جيت مع الساكنه، ولقينا بان ناقشنا حاله لقينا بعض الحالات اللي ما عندهاش كاع المشكل. لان هذا القصه هذه دارت واحد الغليان، ولا بنادم خايف على المسكن ديالو. ولقينا فعلا الناس اللي هما واخدين قرارات قديمه وما فعلوهاش. المشكل راه ما فيش غير الرئيس ولا السلطه، ولا راه فيه حتى الساكنه اللي خدات قرارات في 2012 وبقات ناسا وما دارت والو، كان على الاقل انها تحرك ولا دير خبره مضاده. الاشكال الحقيقي اللي لقيناه وهو القانوني، وهو في عمليه ديال التبليغ. وحنا تنقولوا بان عمليه ديال التبليغ ما خاصهاش تكون، لان دابا ملي كنجيو للسوا التقني ولا اللي كان كيتعمل به، هو ان يتم التبليغ عن طريق اعوان السلطه ولا عن طريق السلطه. المواطنين تيقول لك انا ما توصلش بالتبليغ. فعلا وهذا هو الواقع. دابا حسب اقوالي تيقول لك انا ما تبلغش بالتبليغ، وكاين اللي يقول لك تبلغ بالتبليغ، ولكن الاغلبيه فيهم تيقول لك ما تبلغش بالتبليغ. والتبليغ وهو الشيء اللي تيخليك تتهرس الاجالات، والاجل اللي هو 10 ايام. حنا اللي تنطالبوا به الان مع السيد الوالي ومع السيده الرئيسه، ان هذه القرارات في حاله ما انها ما تبلغش، لان التبليغ سيكون بالقوام ديالو التبليغ، وخصك تبين بان بلادنا راه تبلغ، ماشي نعطي فوتوكوبي في الزنقه وتقول له هاك، ولا تعطي التوصل، ولا كتعطي المول السكن، مول الملك، وما كتعطيش الكرايه اللي هما وما تيكونش في اخبارهم. اذا يكون التبليغ بشكلها القانوني، وبالتالي هذه القرارات اللي لا في 2012 ولا اللي كاينه دابا يتبلغ بالمقاطعه، والمقاطعه هي اللي تكلف، لان هي من اتخذ القرار، هي من تقوم بعمليه التبليغ، سواء عن طريق مفوض قضائي، وطريق النشر في كل الوسائل ديال سميتو في المقاطعات، وباب الجماعه وباب المقاطعه، باش ديك الساعه كتحيد عليها اللومه، وكتخلي المتضرر او لان بعض المرات ما نقولوش المتضرر، ولكن حتى المستفيد، لان كاينه فئه اخرى هي من تعجل عمليه الهدم. خصنا نعرفوا بان الساكنه راه نوعان، هناك نوع اللي هو متضرر اللي كيكون مثلا يا مول الملك يا مول الزينه وتيبغي يبقى تما، وكاين اللي غير كاري وباغي يخرج، عنده بيت ولا فشي سطاح ولا شي حاجه وباغي يخرج، يفعل هذه العمليه ديال سميتو، كيكون ديك العمليه ديال التضاد بيناتهم، لدرجه ان بعض الحالات الان والاخر غيكون، لان هو موضوع متشعب، كاين بعض الكرايه اللي تيجي مطرقه وبدا يهرس السقف
باش يدخل هذه العمليه هذه ماشي واخا واخا باش السجاوه باش نخرجوا البرنامج قرب ينتهي باش نخرج شنو الحل لا الحل اولا خصنا نمشي نغيروا طريقه ديال معالجه هذا الامر ان تكون الوضوح ان اولا تناولوا قرارات غنعالجوا هذه القرارات واحد واحد انه كيف قال هناك حالات اللي ممكن يتحلوا بسرعه ودوك الحالات اللي زيبينوس نشوفوهم وندرسوهم حاله بحاله اما داخل لجنه مصغره اما داخل المجلس اما لقاو حلول كاينه حلول كاينه اتفاقيه ناخذوها بعين الاعتبار وناخذ كل حاله على حده لانه لا يمكن ان نقول اننا اعطينا قرار الهدم الكلي وفي حين من بعد تنجيو نقولوا راح نغيروا لا ولكن المشكل فين كاين السي احمد وفين كاين السي جواد يعرفوا ذلك لان انا متفق مع هادشي اللي قال راه هو اللي خصو يكون اذا هو عضو في المكتب هو مع الرئيس اذا هادشي خصو يتقال لها وتمشي في هذا النمط هذا ما علينا الا نصفقوا لان تبليغ القرارات لم يبلغ لحد الساعه لا بغيت نعطي واحد الاشاره انه خطر مبغيناش عن طريق السلطه لا بلغ عن طريق السلطه ماشي لا بلغ بلغ بطريقه قانونيه اشنا هو يتوصل به يتوصل به التاريخ ماشي كما قلتي راه قلتي السي جواد انه تجي تعطيه هذا تعطيه القرار ماشي هكا ماشي هكا او بطريقه اخرى مباشره تجي اسيدي هكا وقع باش يكون عنده ديك الاجل ديال 10 ايام انه يدير خبره مضاده يدير محكمه الى اخره دابا المشكل فين كاين دابا الرئيسه صرحت انها تغير القرارات الهدم الكلي الى الهدم الجزئي لكن اسمح لي لصالح التجار ليست هي من تغير القرارات لان اللي كيغير القرار هو بناء على تقرير وتقرير اللي تيترأسو لجنه عامليه باش تكون واضحه لا الا كانت كتبدل القرار من تلقاء نفسها فهي تخالف النص القانوني لا باش تكون واضحه ما صرحت به عندنا تسجيل عندنا دابا يمكن نعطيو للسي يدوزوا في هذا تنهضر هذا قانونيه القرار القرار يبنى على تقرير الى الرئيس بدل القرار من ديت نفسه ما عندوش الحق وما عندوش الصفه علاش كيفاش دابا المشكل كاين واش عارف هذا الشيء كاين لجان اجتمعات اسمع لي كاينه لجان اجتمعات بحضور الوكاله بحضور العمل وبحضور وداروا زيارات ميدانيه وبداو هذا الشق ديال هذا الفضاء اللي هو ديال التجار معين ديال الطار العلوي اللي هو فيه مجموعه من شي 200 محل ولا ما عارف وخرجوا بقرار ان غادي عندنا الارقام انا كنشوف ما تنكذبوش كاين الارقام وكاين كل شيء ما كاين الواقع هاد الناس عندهم جهه ديالهم نظموا راسهم داخل جمعيه تجار داخل جمعيه ويتفاوضون وفق هذا اذا تتكرسوا من الدمورات السكان خصهم ينظموا راسهم بشكل حضاري ماشي بشكل مثلا كيتشارجوا لان اللي كنلاحظوا ان اللي ناض شكون تيشارجي كل واحد كيشارجي اللي عنده اللي كل واحد لان فين كتشوف تشارج هو ملي كتجي للدوره وكتحس بان بعض المواطنين بعض كنقول لان شكون الحضور ديالو ما تيفوتش واحد 12 13 واحد ولا 13 عائله فوقيتا اللي عندنا كنهضروا حنا على واحد 800 قرار وكاينين الناس كاع اللي داروا التنسيقيات تراسوا هذه التنسيقيات ولا علاقه لهم لا بالمحج الملكي ولا بالمدينه القديمه اساس بدا الحلقه لان هذه ديال التجار الدمراسم لان علاش جبت انا واحد النائب سابق وداك الشيء لان في حقيقه عرف حقيقه الامر دابا شفت هذوك التجار خلي حيدنا الاول دابا عندنا منازل فيهم الطبق الاول الطبق الثاني الطبق الثالث بعض المرات حيدنا الطبق الثالث الطبق الثاني حيدنا اللي فيه اللي هما اصليين ولاد المدينه القديمه وبقى تاجر اما تبيع مواد غاليه تاجر هذا جا خلينا وقلنا ليه ملي جا التاجر قلنا ليه هذاك المحل غادي نعطيوه الهدم الاصلاح الرئيسه صرحت بذلك بناء على تقرير ولا بناء على هذا لا لان هذا الشيء بناء على جلسات مع الوكاله اللي معنيه بالاصلاح تعرف هذا الشيء شنو نقول خارج خلي كلمه باش دخلتها الرئيسه الا خدات قرار من ديت نفسها انا تنقول لك من هنا ماشي مع العزيز العامل تخالف النصوص القانونيه اوكي انت تاخذ قرار كما قلت جواب بناء على تقرير ماشي على تقرير بناء على تقرير بانه حيدنا الاول الطبق الاول والطبق الثاني جرينا عليهم هذوك ولاد المدينه القديمه وبقى المحل تجاري وغادي نصبوه وغادي نعطيوه انه يصلح ذاك المحل ملي غيصلح ذاك المحل وغادي يبقى من بعد
سنه او سنتين اش غادي يدير هذاك المحل؟ ولا هو مول فوند كوميرس ولا هو من المحل هذيك الارض هاد الزينه ديال في اسم هذه حاجه اخرى الزواج رجعوا لي رجعوا لي يعلم الجميع ويعرف الحقيقه ديال الامر وماذا يجري في المدينه القديمه وحنا كاعضاء لا نسمح بذلك حنا بغينا المصلحه الاولى ماذا يجري في المدينه ديال ماذا يجري في المدينه القديمه ملف مفتوح كلمه اخيره اللي ربما انا الراي ديالي فيها عم تجبد السي صبر تاعك لا حنا تنهضروا في مصلحه واحد القضيه حنا 30 مستشار 30 مستشار لا اعتقد اننا شي واحد ضد المصلحه ديال الساكن تختلف غير الطريقه ديال الاشتغال وجهه النظر انا المهم اللي عندنا هو هذا لا المحج الملكي ولا تاهيل المدينه هما مشروعان ملكيان المشكل فين كاين وهذا هو الحقيقه اللي ما بغاش يعرفوها الناس حنا دابا الخلاصه 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 وهو تنزيل المشروع الملكي خاصو يتحملوا فيه الناس اللي عندنا المحج الملكي اللي هو دابا 30 عام وزيد شويه علاش مشى لهذا المشروع الملكي مع العلم ان الاولويه تكون المشاريع الملكيه خاص الجميع يتحمل المسؤوليه كذلك مساله ديال المدينه القديمه التاهيل ديالها واللي دخلت فيها مبالغ راه 94 ولا 93 مليار وراه جاي البرنامج الرابع الان تيوجدوا له وغادي الا ما كانش واحد العمليه التشاركيه مع المعنيين بالامر اللي هما الساكنه اللي حنا الممثلين ديالها غادي تكون عمليه باش نجيبوا واحد في اللجنه مثلا مؤخرا دارت لا كوميتو دو بيلوطاج لا ولا اللي دارت في مساله المهمه ديالها في 2014 وجاو استحضار ديالها وفيها المكونات لا علاقه لهم بالمدينه القديمه نستثنينا واحد جوج ديال العناصر الرئيسيه اذا فيما يخص هذا عندنا كما قلت في الاول عندنا جوج المشاكل المحج الملكي والمنازل الى سوق المدينه القديمه المحج الملكي فيه ناس هذاك فيه المشكل ديال الناس الملكيه فيه ناس الارض ديالهم خاصنا نتعاملوا معاه كما قال سي جواد مشروع ملكي يجب ان يخرج للوجود منذ اكثر من 30 سنه وهو يراود خاصنا نديروا سي سعيد السميطي هضرنا على المحج الملكي اكثر من مره ونقدروا نديروا حلقه خاصه على المحج الملكي ان شاء الله باش يعني يتحرك هذا الملف هذا شكرا سي سعيد على قبول الدعوه شكرا جزيلا لان حنا عندنا بزاف ما يتقال ولكن الموضوع ولكن الوقت خينا يتحل بسلاسه لان حنا مسؤولين داخل المقاطعه واخا ما عندناش مسؤوليه ولكن مع الرئيسه توضع لنا الموضوع ونتعاونوا لايجاد الحلول المناسبه لكل اسره شكرا سي سعيد على الاساس تنطلب انا طبيعه الحال كاينه رئيسه اللي هي كتسير الجميع تنطلب منا ان تستدعي جميع الاطراف ونجلسوا ويكونوا الاطراف الاخرين اللي كيتسميوهم نتوما معارضه يجيو يلبيو اللقاء بلا لا ماشي حيت ما كاينش مبرر انا الدوره ما تنعقش هاد الساعه ولا غير دوره نجلسوا لان السياسه بزاف ديال الامور تتحل الا شنا المصلحه العامه كيكون فيها التنازلات والان سيدي بليوط ما بغى حتى شي طرف انه يتنازل شكرا جزيلا جواد تكمل هذا الشيء اللي قال تكمله لان حنا في اطار الدوره دابا حنا اليوم داخل سبع ايام ديال الدوره ننتظر من الرئيسه ان تستدعي المجلس باش يكمل الدوره ديالو قانونيا طبقا للماده 34 طبقا للماده 34 تخلص على موضوع اخر سي سعيد شكرا ونحلوا هذا المشكل داخل المجلس شكرا سي سعيد شكرا سي جواد على قبول الدعوه متتبعي قناه انفاس بريس الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.